مساكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم بنبلش الفيديو الجديد بالصلاة على النبي. إن شاء الله فيديو اليوم راح يعجبكم كثير. عشان هاي المادة اللي راح نستخدمها بهذا الفيديو، في كثير ناس ما بيعرفوا استخداماتها. المادة هاي راح تعجبكم كثير. موضوعنا اليوم راح يكون عن بسيط لكنه عجيب موجود في فنجان قهوة يساعدك على علاج الشعر ويساعد على علاج بشرتك بشكل سحري. وغالبا انه اغلب الناس برموا تفل القهوة وما بيعرفوا انه في له فوائد عظيمة، ما بيعرفوا انه التفل الموجود بالقهوة له فوائد اكثر من القهوة اللي بنشربها. اليوم موضوعنا راح يعجبكم كثير، وبتمنى تشتركوا بقناتي على اليوتيوب. اسم قناتي على اليوتيوب يوسف عبد القادر. اهم فوائد المنزلية التي ستجعل بشرتك تتألق باستخدام تفل القهوة. البن مصدر غني بالمواد المضادة للتأكسد، وهو يحمي الجلد ويعزز دفاعاته. هاي من أهم ميزات البن. والبن له ميزة أخرى، البن يجعل البشرة ناعمة ومشرقة ويصلح الأنسجة ويزيد مرونة الجلد ويحسن البن الدورة الدموية. ومن مميزات البن يحد من تورم الأنسجة والانتفاخ تحت العينين، وينعم البن الشعر ويعطيه لمعانا رائعا. الوصفة راح تكون بسيطة جدا. بدنا ملعقتين من تفل القهوة الموجود بفنجان القهوة، ملعقتين، ها هو البن المستعمل، تستعملوه بأي فنجان قهوة بنقدر نجيبه. وهون في عنا ملعقتين كاكاو، وراح نستخدم 3 ملاعق حليب وملعقة عسل. طريقة التحضير راح تكون سهلة جدا، بتمنى تعجبكم كثير. طريقة التحضير، أول إشي بنحط ملعقتين الكاكاو، بنحط ملعقة عسل، في لنا كثير فيديوهات على اليوتيوب تابعوها، وما تنسوا تشتركوا بقناتي على اليوتيوب عشان كل فيديو جديد بنزل على صفحتي راح يوصلكم. بتمنى فيديو اليوم يعجبكم، فيديو سهل جدا وراح تعجبكم الطريقة. وما تنسوا اللايك للفيديو، واي حدا بده فيديوهات تانية يتابع قناتنا، في كثير عليها فيديوهات بتمنى تعجبكم. وبنحط هسه 3 ملاعق صغار من الحليب، كل المقادير اللي احنا استخدمناها ملعقة بالملعقة الصغيرة. الحليب اللي بتقدر تستخدمه اي نوع، والكاكاو بتقدر تستخدمه الكاكاو المر والكاكاو الحلو. حطينا 3 ملاعق حليب بودرة، او تقدر تستخدموا اللبن اذا ما كان عندكم حليب، اللبن الرائب. وهسه بنحط الملعقتين البن المستعمل وهو تفل القهوة. بتمنى الفيديو يعجبكم كثير، وبتمنى تدعمونا دائما عشان نوصل معكم، واحنا بنستمر معكم نكبر فيكم. وهسه بنحركهم منيح. وصفة اليوم سهلة جدا، بتمنى تجربوها. ماسك طبيعي 100% بمكونات موجودة بالمطبخ، وهي المكونات اغلب الناس، يعني تفل القهوة اغلب الناس ما بيستخدموه، فانا حبيت افيدكم طريقة عمله، بتمنى تعجبكم. بنضل نحرك فيه مع بين ما يصير عندنا مزيج. المقادير اللي استخدمتها بهذا الخليط كانت عبارة عن ملعقتين كاكاو، وملعقة عسل. بتقدر تستخدموا يا الكاكاو المر يا الكاكاو الحلو ما بفرق. واستخدمنا 3 ملاعق صغار كمان حليب، واستخدمنا ملعقتين تفل قهوة. بنضل نحرك فيه ليصير عندنا خليط، وهذا الخليط راح نستعمله هسه. بعد ما يصير عندنا خليط
بنضع هذا المزيج على الوجه، ندهن على الوجه لمدة ربع ساعة، وبعد الربع ساعة بنغسل الوجه منيح. خليطنا اليوم كان سهل جدا، وبتمنى تجربوه وبتمنى تعجبكم الطريقة. طريقة سهلة جدا وراح تعجب كثير ناس. وهي صار عندنا خليط، هذا الخليط في كثير صيدليات ببيعوه عبارة عن قناع، فأنا حبيت أفيدكم فيه كيف بنعمل بالبيت. وبتمنى في إن شاء الله بالأيام المقبلة راح ننزلكم فيديوهات تانية، في كثير فيديوهات على قناتنا تابعوها. ومعكم يوسف، وما تنسوا تشتركوا بقناتي إذا حبيتوا تفيدوني. وهي بعد التحريك المستمر صار عندنا خليط، بندهنه على الوجه لمدة ربع ساعة، وبعد الربع ساعة بنشطف الوجه. بتقدر تستخدموا هذا الخليط، هي هيك الخليط صار عندنا جاهز. تقدر تستخدموا هذا الخليط 3 مرات في الأسبوع، وبتمنى يعطيكم هذا الخليط نتائج مذهلة، وإن شاء الله تستفيدوا منه. خليطنا اليوم كان باستخدام تفل القهوة وبعض المكونات السهلة. بتمنى يعجبكم فيديو اليوم، وصلوا على النبي، وأهلا وسهلا فيكم جميعا. وكل حدا ما اشترك بقناتي وتابعني جديد يشترك بقناتي، وشكرا لكم جميعا. وبتمنى من كل شخص شاهد الفيديو ما ينسى يدعمني بلايك، واشترك بقناتي يوسف عبد القادر من خلال الضغط على زر الأحمر كلمة اشتراك. ولما نضغط على كلمة اشتراك راح يظهر لكم زر صغير، وهو عبارة عن جرس بنضغط عليه، وكل إشعار جديد راح أنشره على قناتي راح يوصلكم. بتمنى تكون وصلت اليوم عجبتكم، وما تبخلوا علينا باللايك والاشتراك بقناتي. معكم يوسف، وشكرا لكم كثير.